هي مشاهد متكررة تملأ الشبكة العنكبوتية. العنف ضد المسنين ظاهرة تتزايد في المجتمع. تتعدد أنواع العنف ضد كبار السن، وتشمل العنف الجسدي، وهو أي تصرف يؤدي إلى آلام في الجسد كالحرق والضرب والدفع. وهناك العنف النفسي الذي يشمل الألفاظ النابية التي قد يتعرض لها المسن، والتجاهل وحجب الحرية الشخصية، والعنف المالي الذي يأتي غالباً من خلافات الميراث حيث يتجرد المسنون من أموالهم. يعتبر مدير قسم الأمراض العقلية والنفسية في دار العجزة الإسلامية جمال حافظ أن وضع المسنين في دور العجزة يعتبر عنفاً بحد ذاته وله تأثيرات كبيرة على المسن. نحن كشرقيين وضع الأب أو الأم بمركز رعاية هو تقصير، يعني من البداية هني ناس مقصرين بحق هالناس هول، لأنه لولاهم ما وصلوا هني. من المفترض لا يضلوا ببيوتهم، لأنه إذا بدك ترجع 60-70 سنة لورا وين كانوا يروحوا؟ ما كان في دور عجزة بلبنان، عم نحكي عن لبنان، كانوا يضلوا بالبيت. حدود 90% ناس يصاب باكتئاب، أول شيء بالإحباط طبعا، وثانيا بالاكتئاب، بفوتوا بحالة اكتئاب. وقد ويقال كمان بالدراسات أنه الناس اللي بتقوم بالانتحار هن المعمرين أكثر شيء، ولقوا النتائج بدراسات غربية طبعا أنه المنتحر بعمر المسن يعني العاجز هو خلفيته عدم التجاوب المجتمع وخاصة القريب منه. حافظ يؤكد أنه في لبنان يمكن التبليغ لدى السلطات المعنية عن أي من حالات التعنيف بما فيها العنف ضد المسنين. عندك جار أهله عم يضربوه مثلا مسن، وادعيت طبعا القانون بيتدخل بلبنان ويعاقبوا الأولاد. في الحلول أول شيء الرجوع إلى الأساس، إلى الصميم، إلى الأصل. نحن كشرقيون بمنطقتنا الأهل يعني العاجز الكبير المفروض يضل ببيته. التدقيق من قبل الدولة، لأنه الدولة ما عندها بكل مع الأسف الشديد التدقيق الكامل والتام لكل دور العجزة والرعاية للمسنين بالمعايير والمقاييس الإنسانية أولا، والاعتمادية حسب ما وزارة الصحة أو الأنظمة المرعية الإجراء لها الموضوع هذا. وعلى الرغم من تزايد هذه الظاهرة إلا أنه لا يمكن إحصاء عددها، لأن من يمارس العنف لا يجاهر به، والمسن يبقى هو الضحية، وغالبا ما يرفض التبليغ عن المعنف.